الفضيحة نصيحة، والكاتم عن الحق شيطان أخرس. هاي الصرمية 14 مليون صرمية، اسمه يهودي، اسمه الشر، اسمه الماسونية، حاكمينا بالمداس على كل راس وبنعخاص العرب والمسلمين. هيدي المؤامرة، هلأ النار بينتهي بالنار، الصرمية بتقتل مليارين مسلم. مين اللي عم بيمضي هالمؤامرة؟ العرب والمسلمين، والإنسان عدو ما يجهل. ورح أخبركم قصة. أنا عندي صرمية بشلحها برا وبفوت، وبس تهتري بشتري أغلى، لا تغالي إلا بالغالي، وأحلى حذاء. وهالحذاء اللي إله سنين بإجري، وحدة صاحبتي بعتت لي من لندن، أكيد بلاقي مثله نفس الماركة موجودة. رحت وفتشت 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 وجبت أول واحد وتاني واحد وتالت واحد، البسون وتوجعني إجري، البسون وتوجعني إجري ويوجعني ظهري أكثر. أول ما أمشي فيهم شي 5 دقايق 10 دقايق منيح اشتري، أرجع أوصل على البيت تعبانة. والتاني والتالت قعدت على الإنترنت، شو مافيا؟ حكيت واحد من تلاميذ ميتشو، قال لي أكبر مؤامرة هلأ بالصرمية، قري هالكتاب. نعم. ودائما هيك بشوف كتاب Your Face Never Lies. لبقى تسألوني وين موجود هالكتاب ما بجاوبكم أبدا. هلأ 99% من أمة العرب بنوع خاص، ما بجاوب أسئلتكم السخيفة ولا هالإيموشن. وقال لهم أوباما وغيره، العرب ما عندهم رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عندهم رجمة، شيلوا. هلأ كيف بدنا نشيلوا هالعرب؟ بالصرمية. هالصرمية إذا بتقروا عن الحذاء بتعرفوا ليش هالحذاء عم بيوجعنا. ليه بيوجعني هون؟ ليه بيوجعني هون؟ وأكتر شي هون هالعظمة عم تبلش تطلع. شو هي هالعظمة يلي هون؟ كتار مثل جاكلين كندي عندهم هاي، وقال له هيدي العظمة بتعيشي أرملة، مين أخذتي بتقتلي؟ مشان هيك من زمان كانت الأم اللي بدها تجوز ابنها تروح على الحمام هي وهاللي بدها تصير كنتها، وتشوفها كيف عم تمشي، شوفي بإجرايا، شوفي بإيديا. هذا علم الوضوء الأكبر والجهاد الأكبر موجود بهالكتاب. ولكن نحن ما بنقرأ، وإذا قرينا ما بنفهم، وإذا فهمنا ما بنعرف نوصل الرسالة، وإذا وصلناها بنوصلها غلط وبترجع لنا أغلط ومنغط بهالأغلط. فإذن ما في صرامة بالأمة العربية إلا بإعزرائيل لليهود. اخلعني عالك اللي تراني ديماركيشن لاين. هالعلم مش موجود بكل أمة العرب إلا بهالحمارة يلي بتضلوا ترجموها، وسنحضر دمك في سبيل الإسلام مثل عباس وخي وغيرهم. شو الحل؟ اعقل وتوكل وانعزلوا عن الناس وبنخص عن العرب. 99% العرب جرب حفاة عراة ما تطول في البنيان، و95% غرب وشرق مش أحسن لنا أبدا. خبرتكم عن باشا اللي إجا قاعد عندي هون، طلب $300 بأمريكا تعمل لي معاملة، شي بعت له 3000، صار يعمل حسابات تلفنت وضيعت وقته ودردوت، إجا لعندي قعد هون بهالبيت عمل لي حساب، ما كان يرد المصريات يا خي يعطيهم لفنين، لا لا أبدا أبدا ما كان يردوا، يعمل حسابات قديش كلفته القعدة عندي، شو عمل بأصحابي هون، شكلنا إبر ما سألنا وما غسل إيديه، عطاني لزقات تحطهم على ظهري حسب اللزقات قديش حقهم. من بعد كذا شهر بقي معه اللي معه $1000 بعتهم، لما نعرف انه انا عندي امكانيات ماديه قويه من القذافي وغيره وغيره، حمايه العلماء والمسلمين، صار بده يراضيني.
هيدا باشا اللي عاش ببيتي وأنا عشت ببيته، كذب ونفاق، كلنا عم نعبد الدولار والدرهم والدينار والعقار، وعم بحكم بالوخز الإبر وبالأعشاب وبالبلع والزلع. بدنا المضغ مش بلع وزلع. ارجعوا إلى إسلام الله. فيك تعرف تلبس أي حذائك، بتمشي حافي على الرمل، ما حدا يعرف دعسيتك. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، نمضغ مضغ 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 مضغ. هالصرمية اللي عملينا، شوفوا الكعب العالي شو عم بيعمل فينا، كيف بتروح 32 فقرة مع 32 درسوس النونيب و32 جلاند غدي هون بلسان و32 فقرة هون. هيدا علم المثمن، بس العرب ما بيقروا. بدك تقروا بس عن الفاجينا والنيكي. هي العرب وين بدهم يشكوا الهضة والواوا؟ هيدا شعارنا. ما بقى شعارنا إسلام الله والفطرة، ما بقى شعارنا هو نعم الفراسة، فراسة المؤمن. وتسألوا محمد أنت مسلم؟ قال لهم أنا مؤمن، وعرف شو بده يصير بأحفاده وببنته وبكل أهل البيت. ميت شوك بيعرف يعمل حضرة محمدية، حضرة علوية، حضرة عيسوية، بتشوفه مثل ما بتفتح تلفزيون. وانت كمان أسرى بعبده. بس ما بقى عندي ثقة أبدا بأي حدا بأمة العرب وبكل لبنان. مريم نوسقت بنفسي بنفسي بنفسي، وشوي بخليل أبو الشوارب بقول له بدي شك فيك، بدي معك حق. يا عار العالم مصطفى محمود مش أقل من أوشو، مستنير من هو صغير، سمى بيته التابوت، حلو كتير. كل كتب وكل كتاب بذرة يقين، بس بعدنا مع قايين وهابيل. وين اليقين؟ يقيني يقيني، ما لقيت صرماية بهالبلد تلبسها كلها إلى سبب حتى تعقرنا. عقر بالدار. رجعت رحت لعند واحد اسمه شول، يعني بيعمل صرامة شوي طبية، خبرني وقعدت عليه. كلهم مضروبين بلا ما يعرفوا، ما لقيت صرماية. بمشي حافي بالصيف، بس بالشتاء بدي حط شيء بإجري، وما بقى فيني امشي حافي لأنه خرى الكلاب وخرى الشعب عطر قاط. خبر حي بسرعة بتشوفوه كل يوم، ما في إزاعة فيها أخلاق، ما في صاحب إزاعة تحديك إذا عندك حق أو أخلاق أو شوية علم أو احترام. كل محطاتنا منحطة بس للدعايات وللهز والبز والعز والنيكة والحرب والدمار. بورنو بليس لبنان هلأ فور بورنو بيبل، كل العربين ها فيفوتوا الإضبان هالفرج. سيأتي زمان ستكسب الأم من فرج ابنتها. شفت كم بنت هون مش لبنانيات، مجنسات وبيجوا لهون مدنسات، قالوا لي عنا ايدز، عنا سيدا، وعنا ايبولا، وعم ننشروا بهالرجال وبهالنسوان. ما فينا نغير حدا، كل واحد يغير نفسه. ما فيني اطلع من البيت، بروح بجيب بحضر للانترنت عندي او شيء اذن وباسم. هلا قاعد بيني وبينكم بهالمكنه، ما بتطلع بالمكنه. انا ما بحب المكنه، بحب الانسان يلي خلف المكنه. وهون أنسنة الله. قريبا أنا رح أرد عليكم على التليفون، ما في واسطة بيني وبينكم، ما حدا. 03-921-9222 برد، بتكونوا دفعتوا سلف $500. بتقلي الوسترن يونيون إني استلمتهم، بروح بجيبهم برد عليك، بعطيك موعد وبحكي أنا وياك. وأنا بقول لك $500 شو عملت يوم مني، عايزة كل أمة العرب ميل بترولكم. بس ما بقى في شيء بلاشوا مجانا تدفعوا حق تياب الصرامي والشراطيط والنياكة. هيدا من حقي. هالمركز هالموقع أجمل موقع في العالم العربي، صبا نصرف على هالناس الأوادم اللي عم تهتم بهالموقع. وبدي أصرف على التلفزيون على البرنامج. وبعدين ما بقى بدنا تلفزيون. نهلة وكيلاني عم بيقولوا لي هيدي شاشي تاشاشي، يعني إن كان النيو تي في وغيرها عم يربحوا من ورانا. بتشوفونا على موقع maryamnoortv.com. قريبا مصير عنا 4 شاشات على الشاشة عندكم، شاشة موسيقى، شاشة أفلام عربي إنجليزي. محمد كيلاني عم يعملها، كان ابن 16 سنة وعنده تلفزيون، قاعد ببيته ما بيطلع عن قوته والسطح. هيدا تبوته، هيدا قصره، هيدا بيته، هيدا قبره.
تأذن ويك أب يا عرب، ما تخلوا الصرمية المداس فوق الراس. مين المسؤول إذا مش أنتوا؟ أنا مين إذا مش الآن؟ أي متى الزمان؟